كفر الشيخ وغيرها من الجماعات الاخرى بتبادر وتنشئ مثل هذه المراكز، اللي طبعا تبقى قاعده مهمه جدا للبحث العلمي، البحث العلمي المتطور المتقدم، وان شاء الله يمثل انطلاقه لعلمائنا وابنائنا اللي احنا سافروا للخارج في بعثات حكوميه او منح خاصه في مجال النانو تكنولوجي، انهم باذن الله تعالى ده يؤدي الى انه يعني يساعد على عودتهم الى مصر مره اخرى والقيام بالبحث العلمي في مصر، بدلا من انهم يظلوا في الخارج او يهربوا الى دول اخرى. شكرا جزيلا. ده ايام قليله كان رئيس السيسي شايف ازاي واحنا. والله ده شيء جميل جدا، هو كله بيصب في اتجاه واحد، يعني القياده السياسيه حينما تكون مؤمنه بالعلم وبالبحث العلمي وبتدعم العلماء، وده يمكن شيء احنا كنا محتاجينه كلنا، فاعتقد دي تشجيع هائل، وتشجيع بس مش تشجيع معنوي، هناك تشجيع مادي من قبل القياده السياسيه لزياره البعثات وزيارة المنح، وإن شاء الله يكون يعني نتمنى أن يأتي في يوم من الأيام يبقى عندنا قرية العلماء أو مدينة للعلماء، بحيث أنهم الناس يحصلون على الدعم المعنوي ويحصلون على الدعم المادي، وأنهم إن شاء الله يعطوا أفضل ما عندهم لمصر إن شاء الله. شكرا.